اعتقلت القوات الأمنية العراقية 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي على خلفية معلومات أفادت بتسلل أفراد من التنظيم إلى أحياء متفرقة شرقي الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق. هذا ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم عن مصدر أمني القول إن القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة شرطة نينوى بعد أن صادرت أسلحة خفيفة كانت بحوزتهم وقامت بالتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي. في ذات السياق عثرت القوات الأمنية العراقية على مخبأ للصواريخ والعتاد، كما اعتقلت مجهز أسلحة داعش في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار غربي البلاد. وفي ذات السياق ذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان أنه تم العثور على مخبأ للعتاد في منطقة الكرابلة بمدينة القائم يضم قنابل هاون بمختلف الأنواع والأحجام وصواريخ كاتيوشا وأسلحة أخرى من مخلفات تنظيم داعش. في ذات السياق أضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية تل الرمانة بمدينة القائم، ويعد أحد المجهزين الأساسيين لداعش ومن المطلوبين للقضاء. للمزيد من المتابعة من بغداد ينضم إلينا الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني بجامعة النهرين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، مرحبا. نعم دكتور حسين، دعني أتحدث معك ربما عن جهود القوات الأمنية العراقية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالكشف عن مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الداخل العراقي وأيضا اعتقال عدد كبير من الإرهابيين، تفضل. أكيد قيادات العمليات المشتركة تعمل الآن على عملية التحري والبحث عن سلول داعش. مضى أكثر من 29 شهرا الآن على انتهاء معركة الموصل الكبيرة وانتصار القوات العراقية بدحر التنظيم الإرهابي من نينوى وكذلك الأنبار وصلاح الدين وكذلك كركوك، وبالتالي التنظيم الإرهابي فقد قدراته الاستراتيجية والحيوية ولا يزال لديه مقاتلين محليين يقدرون 3000 مقاتل. تعمل قيادات العمليات المشتركة من خلال صنوف القوات المسلحة وفي مقدمتها جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي على قيادة استراتيجية للمطاردة، وهذه الاستراتيجية تتمحور بعدة اتجاهات، اتجاه استخباري واتجاه أمني واتجاه كذلك مدني من خلال تجيع العائدين من المواطنين النازحين إلى سكنهم، وكذلك بالمقابل مكافحة التطرف الذي هو يعتبر المحرك الأساسي إلى نمو التنظيمات الإرهابية في البلاد، وكذلك بالمقابل الوضع السياسي الذي هو لا زال يواجه تحديات بعملية الانتقال نحو تشكيل حكومة جديدة، وهذه الحكومة ما زالت تواجه تحديات. لكن على الرغم من كل ذلك الشق العسكري هو مفصول عن السياسي ويسير بالاتجاهات الصحيحة ويقوم بضرب الفلول من التنظيمات الإرهابية الذين هم مقاتلين محليين ينتمون إلى تنظيم الإرهاب. دكتور حسين، دعني ربما أسمع تعليقك على كمية ما تم كشفه من قبل قوات الأمن العراقية. يعني نتحدث هنا عن مخبأ للصواريخ والعتاد، أيضا نتحدث عن قنابل هاون مختلفة الأنواع والأحجام، صواريخ كاتيوشا، أسلحة أخرى من مخلفات تنظيم داعش. يعني أكيد التنظيم الإرهابي حصل على خزين هائل وكبير جدا من المقذوفات والأسلحة للقوات المسلحة العراقية ما قبل سقوط الموصل. وأثناء سقوط الموصل كان هنالك تركة من الأسلحة ثقيلة جدا ومتوسطة وخفيفة للتنظيم الإرهابي، وبالتالي هذه المخابئ التي خبأ بها التنظيم الإرهابي هذه الأسلحة التي استطاع الحصول عليها من الأراضي العراقية والسورية، بدأت الآن القوات العراقية وعلى مدى 29 شهرا وحتى أثناء المعارك بالحصول على أكياس كبيرة جدا من الصواريخ والأسلحة والمعدات العسكرية، وبالتالي هي محاولة لتجفيف منافع الإرهاب وعدم إعطاء فرصة للتنظيم الإرهابي في حصول على الأسلحة المتوسطة والثقيلة وكذلك. نعم، ولكن هذا يجعلنا ربما نتساءل دكتور حسين إذا سمحت لي في هذا السؤال، يعني عن هذا الكم من التمويل الهائل للعناصر الإرهابية في الداخل العراقي، يعني من أين يأتي هذا التمويل المبالغ فيه إلى عناصر داعش الإرهابي والتي جعلتهم يعني يمتلكون الصواريخ والقنابل وأيضا صواريخ الكاتيوشا وما شابه؟ لا، هذه الأسلحة تابعة لوحدات عسكرية عراقية سقطت أثناء الموصل وتركت مخازنها العسكرية، وبالتالي استطاع التنظيم الإرهابي من السيطرة على هذه المخازن ومن ثم توزيع هذه الأسلحة على العديد من المحافظات وحتى تهريبها إلى الأراضي السورية واستخدامها في الأراضي السورية.
وبالتالي كذلك انهيار قطاعات الجيش العربي السوري كذلك ساعدت في انتقال آلة عسكرية كبيرة جدا ومعدات عسكرية وأسلحة وذخائر إلى التنظيم الإرهابي، وبالتالي التنظيم الإرهابي لم يشتري هذه الأسلحة، ولكن كان بالمقابل حصل عليها من خلال سقوط بعض القطاعات أثناء سقوط الموصل، وهذا بالتالي ما ولد خزائن كبيرة للتنظيم الإرهابي استخدمها وما زال يستخدمها، لكن بالمقابل هنالك استراتيجية للتتبع إلى هذه المعدات العسكرية والذخائر والأسلحة. على ذكر سوريا دكتور حسين، يعني دعني ربما أدعك في تفاصيل هذا الخبر. قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش لرويترز أن الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ محادثات موسعة مع الحكومة العراقية في المستقبل القريب، وذلك بعد تعليق عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وقال أيضا في ذات الحديث أن الولايات المتحدة تؤيد إمكانية قيام حلف شمال الأطلسي بدور في سوريا والعراق. تعليقك دكتور حسين. أكيد التحالف الدولي ملتزم الآن بعملية دحر التنظيم الإرهابي، والعراق هو جزء فعال في هذا التحالف، وكذلك بالمقابل التحالف مستمر بعملية ضرب حركة التنظيم الإرهابي، لأنه ما زالت الأراضي السورية غير مستقرة. طبعا مصر الشقيقة حاولت وساعدت من خلال حكومتها وقيادتها العسكرية على إعادة تأهيل الوضع في سوريا والمساعدة من خلال الدول العربية، لكن بالمقابل ما زال الوضع مرتبك، ما زال الوضع يعاني من عدم الوضوح، وهذا بالتالي الغموض يجعل التحالف الدولي مستمر في عملياته، وبالتالي هو يتعاون مع العراق في ضرب هذه الأهداف داخل الأراضي السورية، وكذلك بالمقابل يتعاون مع قوات قسد الديمقراطية في ضرب أهداف ثمينة للتنظيم الإرهابي. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من بغداد الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني بجامعة النهرين، شكرا جزيلا لك.